معانا مين؟ الحاج حسين معانا؟ شحاتة حسين. اهلا وسهلا بحاج شحاتة. اهلا بيك يا فندم. تفضل يا فندم. انا عندي ولد ربنا اكرمني بيه من عنده 7 شهور وانا كافله. نعم. وعنده دلوقتي 23 سنة. نعم. انا ربنا اكرمني ان انا بعمل زكاة المال وهو عامل له حساب في البنك. نعم. انا بطلع زكاة المال بتاعته ليه؟ بطلعها من جيبي انا عشان مش عايز اجرح له فلوسه يعني. طيب ربنا يديك الصحة ويجعله في ميزان حسناتك. وربنا يجعل بتفعله من زكاة المال. طيب يا سيدي. انا مراتي ماتت. انا مراتي ماتت السنة اللي فاتت. في فسيح الجنات ان شاء الله يا حاج شحاته. صح ولا غلط؟ طيب اقول لك اجاوب على حضرتك وكانك حضرتك بتسالني يا حاج شحاته ان انت بتدفع زكاه مال ابنك، زكاه مال المكفولك، ان انت بتدفع له زكاه المال دي بدلا عنه. لا، ده حاجه من البر وحاجه من عظيم من عظيم التولي ومن عظيم العمل الصالح اللي ربنا سبحانه وتعالى يكتبه ليك بالخير كله. يعني انا لو واحد جه وقال لي انا سادفع عنك زكاه مالك، هو كده بيهديني بيهبني هذا المال ويدفع عني الزكاه للفقراء. فاذا كنت انت بتعمل كده فده ان شاء الله يكتب لك في ميزان حسناتك، وان شاء الله يكتب ليك بإضافة إلى هذه الرعاية وهذه الكفالة التي إن شاء الله تكون مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، كمان يضاف إليك صدقة يربيها لك الله سبحانه وتعالى حتى تصير كالجبال. فده جائز وليس فيه مشكلة.